مرحبا. اليوم رح نعمل شاي بالهيل مع حليب وغراض. اول شي بنعبي الركوة، انا اوريدي كنت غالية المي. هلا بنحط الزرفين هون، بدنا اياهم طبعا يغلوا ويعطوا لون. انا بحب احط هدولي هون، شوفوا كيف، عشان ما يوقعوا ويحترقوا مع الغاز. تمام، نحطهم بايد الركوة ونخليه هلا. وهلا بنضيف الهيل حوالي شيء 3 حبوب تقريبا او 7 نقول عشان يعطوا نكهة طيبة حسب الرغبة. يعني انا بحب تزيدوا شوي، انتوا حسب الرغبة. بنحط هلا حوالي معلقتين سكر، واحد، 2، لازم الشاي يحلو منيح. وهلا بنصفيهم. بالركبة الثانية نشيل الزرفين أحسن. تمام، وهلا بنضيف الحليب وبننظف الركبة اللي صفيناهن منها لنعمل الطريقة المهمة بكل هالشيء. وهلا لازم نعمل هاي الطريقة، شوفوا. انا حخلي طبعا شغلتي تعملها. عشان تجي الرغوة والحليب يعمل رغوة معانا. تمام، طبعا حسب الرغبة، كل واحد قديش بيحب الرغوة تكون، عرفتوا؟ طبعا كل ما تسحبي وتطولي كل ما الرغوة بتبقى غميقة أكتر وأحلى. هلا بنصبهم بالفناجين. كمان انت عم تصبيهم ترفعي الركوة عشان الرغبة تزيد. وهيك بيكونوا جهزوا شاي بالهيل. وصحتين وعافية. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك. وشكرا لكم.